أجل انطلاقة الشوط الأول. إذن ينطلق الآن سيداتي وسادتي الشوط الأول من الأمسية 15 على التوالي هنا في مضمار نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بمشاركة 12 من الجياد الإنتاج المحلي لعمر 3 سنوات فقط بانطلاقة العمرود هو اللي يتصدر السباق من البداية بلينكرز توداي، ثم تأتي إسي في المركز الثاني. إذن حتى الآن العمرود هو اللي يتصدر السباق مع الفارس محمد الصفار بالكاب الأحمر، وثم تأتي المرشحة الثانية صابرة مع الفارس حسين مكي بفارق 3 طول في المركز الثاني، بينما المركز الثالث يأتي بارشمند لإسطبل الناصرية بقيادة الفارس بريد دويل، بينما سيف يأتي في المركز الثالث. إذن حتى الآن العمرود لا يزال هو اللي يتصدر السباق، وثم تأتي صابرة في المركز الثاني، وبينما بارشمند بالكاب الأسود يأتي في المركز الثالث. هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، ولا زال العمرود هو اللي يتصدر السباق، وصابرة تأتي في المركز الثاني، بينما بارشمند مع الفارس بريدول يأتي في المركز الثالث، والمرشح الأولى بلوز جيتار من المسار الخارجي قادمة بقوة مع الفارس جيمي كوين. إذن صابرة هي التي تتصدر السباق في آخر 300 متر، وثم يأتي في المركز الثاني هنالك أيضا السعيدة، بينما صابرة لا زال هي التي تتصدر السباق في آخر 100 متر من السباق. إذن المرشحة الثانية صابرة بكل أريحية تنتزع أول أشواط الأمسية وتخطف كأس شركة التاج للسيد فوزي ناس، وفعلا بقيادة الفارس حسين مكي. المرشحة الثانية صابرة هي من تنتزع وتخطف أول أشواط الأمسية. 3 مراكز ثاني ومركز رابع. شوف الاندفاع اللي كانت عليها صابرة، ما شاء الله، يعني اندفاع مثالية قوية جدا. يعني لما واحد يشوف هذا الاندفاع، يعني ما الأمتار الأخيرة دخول أيضا قوي وتجاوز بلوز جيتار بكل أريحية. وأعتقد أن سعيدة أيضا استفادت من الخبرة، اليوم رابع مشاركة مركز ثاني، عندها 3 مراكز ثاني ومركز رابع. شوف الاندفاع اللي